على حين غفلة، كانت تحصد مئة الأرواح تماشيا مع رغبة تلك الجماعة التي زرعتها بشكل خفي هنا، لينجحوا بالوصول إلى الكثير من الأبرياء ممن لم تستطع آلتهم الحربية سلب حياتهم على حين غفلة. أيضا مناطق عديدة مفخخة بالألغام، شهور طويلة لم تكفي للقضاء عليها رغم العمل المضني من قبل قوات الجيش والمقاومة، ففي كل مكان يصل إليه الجيش والمقاومة ويتمكنان من تحريره تكون الأولوية فيه تطهير الأرض من الألغام أولا. يقتلع الموت لتزرع الحياة بديلة له، لكن بالرغم من كل هذا كان العمل يبدو ناقصا ولا نهاية لتلك الألغام، وكان لابد من عمل آخر يخلص الأرض من بقايا مرور الميليشيا عليها. ليأتي الاختراع من قلب الحاجة، حين كانت الحاجة إنقاذ آلاف الأرواح من ألغام مزروعة بشكل عشوائي صنع في مأرب اليمن، ليست مجرد عبارة مكتوبة هنا فقط، بل تعريفا لآلة محلية الصنع بدأت عملها في نزع الألغام بمحافظة مأرب. أما العلم اليمني في أعلاها فهو للاحتفال بمنجز يمني جديد يرى النور في أرض مأرب. فحين كانت ميليشيا الحوثي المخلوع تخترع أساليب مختلفة للموت وحصد أرواح الأبرياء ظلما، كان أبناء مأرب يبتكرون طرقا أخرى للمقاومة ونشر الحياة.